بسم الله العدل. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. نفتح الجلسة بفتحة الكتاب. معلم سيد العمدة غلط. غلط في ناس كبار، ناس كبار وليهم اسمهم وليهم وضعهم، ومتغرم 250,000 جنيه. المعلم حماده فتحان شفت جعفر عمل فيا ايه؟ اتفرجت ياما؟ متهيألي مفيش حد في السيدة زينب ما شافنيش وانا بتقدم لعيلة فتح الله. ما انت اللي اتسرعت يا سيد. ما تزعلش مني، انت اللي غلطان. انت كبير بس الحق ما يعرفش كبير وصغير. يعرف الحق وبس. وانت كمان خليت اخوك وقع مع ناس بينهم وبين بعض مصانع الحداد يا ابني. وفرضي ياما اتسرعت. يقوم اخويا الصغير يعمل معايا كده؟